يعني كدبت عليا يا مجدي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا بنت الحلال. أنا عمري ما كدبت على حد، يبقى هكدب عليك أنت؟ أنا مرضيتش أقولك علشان ما ضايقكيش. بس ما تضايقنيش، تقوم تألف لي فيلم كده ما يخشش عقل عيل صغير وتقول لي أصلك كانت عايزاني أتجسس ومش عارف أعمل إيه، وتطلع في الآخر حبيبة القلب القديمة. والله يا فاطمة ما وقته، ما وقته اللي أنت بتقوليه خالص. وبعدين هو أنا وش الكلام ده؟ ما أنا كنت فاكراك مش وش الكلام ده، بس مع الأسف طلعت منهم. خلي بالك يا فاطمة من طريقة كلامك معايا، ما تنسيش نفسك. أنا لما حكيتلك عشان تقدري موقفي بس. موقف إيه ده اللي أقدره؟ ما هو أنت طالما كدبت يبقى كنت ناوي تعمل حاجة غلط، وأنا بقى مش هسمح لك بكده. غلط إيه؟ غلط إيه اللي أنت بتتكلموا عنه يا شيخة؟ بقولك اتطردت من شغلي، اتطردت من المكتب عشان ما وافقتش على اللي هي عايزاه مني. تقولي لي غلط؟ الغلط في تفكيرك ونيتك وطريقة كلامك. هتشيليني يا شيخة؟ هو ايه؟ خدهم بالصوت؟ ما هو تلاقي جوزها عارف اللي بينكوا عشان كده طردك. لا لا لا، انتي مش طبيعية، صعبة بجد بجد، صعبة بجد. بس انا اللي غلطان، قسما بالله انا اللي غلطان اني حكيتلك من الاول. كنت متصور ان انتي عاقلة وهتقفي جنب جوزك في مشكلته. بس ازاي؟ ما ينفعش، هي الست كده منذ الازل تعشق النكد. لو ما نكدتش في يوم يجيلها اكتئاب، ما بتشوفش من مشاكل جوزها غير اللي يخصها وبس. يا ساتر!